رأيكم؟ ازيكم شباب، عاملين ايه؟ هنحل مع بعض الامتحان التجريبي بتاع الفيزيكس سينز النهارده. امتحان جميل، مفيش حاجة اسمها في الفيزيكس امتحان سهل خالص، يعني عبيط وسهل وكده، مفيش حاجة اسمها كده. لازم في أسئلة بتفرق ما بين طالب فاهم وطالب حافظ، وده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض واحنا بنحل. المهم، السؤال الأولاني بيقول لي رتب الاشكال ديت من اعلى ريزيستنس لاقل ريزيستنس، جيفن ان كل الاشكال ديت ايكويفالنت ريزيستنس، يعني كل ار قد الار الثانيه. فاول شكل ديت ار وار وار ودي ار، فيطلع 1.3 ار، اللي هو 4 على 3 ار على 3 وار، يبقى 1.3 ار. الشكل اللي بعديه 4 ارات فتدي 4 ار. الشكل ده ار وار بارلل مع ار، ودي ار، يعني 2 ار، يعني اقول 2 في 1 على 2 بلس 1 والناتج اضيف عليه 1 يطلع 1.6 ار. ودي ار وار وار يعني 3 ار بارلل مع ار، يعني 1 في 3 على 1 بلس 3 يطلع 3 ارباع ار، يعني 0.75 ار. فالكبير مين؟ 2. بعدها مين؟ 3. فيجر 2 اكبر، بعدها فيجر 3، بعديها 1، وأقل واحدة تبقى فيجر كام؟ 4، فيبقى الاختيار الأول. في السؤال اللي بعديه بيقول لك تعرف تجيب لي ريشيو ما بين I1 على I2 إيكوال كام؟ طب ما أجيب لك I1 الأول. إيكوال VB اللي قيمتها V على R اللي إيكوفلنت 10 بلس 1 تبقى 11، وI2 أجيبها لك إيكوال VB اللي هي V على R إيكوفلنت 5 زائد 1 6. يبقى I1 على I2، تعرف تعمل ديفيجن ولا ما بتعرفش؟ يبقى إيكوال V على 11، ونشقلب ونعمل 6 على V، فيطلع الأنسر 6 over 11. وده السؤال الثاني. السؤال الثالث في الشكل اللي قدامك ده، عاوز أطبق قانون كيرشوف فيرست لو، والأشكال دي بتعبر عن اتجاه حركة الإلكترونز، وسواء في كيرشوف قال لك إلكترون أو كارنت مفيش مشكلة، هي هي. الكرنت اللي داخل I1 اهو، وI4 اهو، وI3 اهو. I1 بلس I3 بلس I4، مين اللي خارج؟ مش ما sum of IN equal sum of IOUT، مين بقى اللي خارج؟ I2 وI5. طيب سؤال، هو انا لو خدت التلاتة كرنت دول الناحية التانية مش هيروحوا بالنيجاتيف؟ هيبقوا نيجاتيف. I1 minus I3 minus I4 plus I2 plus I5، مجموع كل الكرنت ايكوال 0، وده هيطلع الاختيار الاول. في question number 4 عاوز اجيب R equivalent اللي ما بين A و B، فيها تريكة، ده اسمه جامبر واير، يعني الكهرباء هتخش مش هتتقسم، تمشي 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 وتيجي تتقسم هنا، يعني 10 ohm و 10 ohm دول مش معانا، 10 و 10 parallel، R الإيكوفلنت لما يكونوا سيميلر الوحدة على عددهم تبقى إيكوال 5 أوم. السؤال اللي بعده، عاوزك طبعا تفكر في الامتحان قبل ما تشوف الإجابة. السؤال ده رائع جدا، وافتكر كلمة كل على فاعيش اللي كنا بنقولها لك في الشرح، اللي هو الفرع اللي الآي بتاعته ملهاش R تلمها، ده اسمه البرانش اللي مش هنحله من قفاه، هناخده معانا على طول. هو عاوز يعرف I3 بكام. طب حسب قانون KCL، I3 هي equal I1 plus I2، يعني يا واد لو جبنا I1 و I2 تتحل مشاكلنا النفسية والمعقدة. طب ما تيجي نعمل، ناخد اللوب اللي على ايدك اليمين ونشتغل عليه. طبعا الكرنت اللي ماشي هنا هو I1، وهنا بوزيتيف وادي نيجاتيف، وادي البطارية نيجاتيف وادي بوزيتيف، وادي نيجاتيف وادي بوزيتيف، ويلا بينا انا وانت، يلا ابدأ من فوق واتحرك. يبقى 10 I1 minus 8 minus 4 equal 0، I1 equal 12 على 10 1.2 أمبير، كده جبنا I1. يلا نفس الحركة على اللوب اللي على ايدك الشمال، اتجاه الكرنت اهو زي ما هو مرسم لي، ادي بوزيتيف ادي نيجاتيف، نيجاتيف بوزيتيف، ابدا يلا من عند النود اللي فوق واتحرك. تمام، يلا بينا.
يبقى انا دلوقتي امشي مع اللوب كده او كده، مش مشكله تمشي كلوكوايز ولا انت كلوكوايز، اعملها بمزاجك، همشي كده. طب يلا بينا كده، يبقى 8 ملتبلاي اي 2 ماينس 6 ماينس 4 ايكوال 0، يبقى اي 2 ايكوال 10 ديفايدد 8 يعني ايكوال 1.25 امبير. يبقى اي 3 حسب ما انت قلت فوق ايكوال اي 1 بلس اي 2، وادي جبت اي 1 1.2 وجبت اي 2 1.25، يطلع الانسر 2.45 امبير، يعني الاجابه الاولى. كويشن نمبر 6، في الشكل اللي قدامك ده في جمله ناقصه، كان ناقص يقول لك وهو غلطان ان ريدنج اوف اميتر ريدنج اوف اميتر 2 امبير. ايوه امتى بقى؟ وين كي is opened. هو ما قالش كده، سابك يعني تخم. ده يا جماعه قرايه الاميتر لما كان الكي مفتوح. طب هو الكي اوبن، انت معاك الاي، هو عاوز يعرف قرايه الفولتيميتر بكام لو الكي اتقفل. طب لو الكي اتقفل عشان تجيب قرايه الفولتيميتر بتقول اي في مين؟ اي في ار. انهي ار؟ الار اللي متوصل عندها الفولتيميتر، اللي هي تبقى اي و8 و8 بارلل في 4. طب انت معاك الاي، واحد يقول لي اه ب2 امبير، يبقى 2 في 4 ب8. بس هو كان يا بابا انت بعد ما تقفل المفتاح الكارت مش هيفضل ب2، الكارت هيتغير. طيب ما نعمل ايه؟ هقول لك انا. بص يا باشا، بص يا بنتي معايا، الكي هو مفتوح الاول، تعرف تجيب لي فولت البطاريه بكام؟ فولت الباتري ايكوال اي اللي معانا ب2 امبير، فار الايكويفلنت اللي هي كام بقى؟ تعالى امشي كده مع الكرنت، امشي كده كانك ده السهم الاسود ده هو الكرنت. طبعا مش هنمشي في الثمانيه اللي تحت لان المفتاح بتاعها مفتوح. يبقى اي فار الايكويفلنت اللي هي 8 زائد 4 وما فيش انترنال بزيرو، والاي بي 2، يبقى الفي بي ايكوال 2 ملتبلاي 12 ايكوال 24 فولت. طب لما كي اتقفل يبقى الكرنت بكام يا عم نوار؟ يبقى الكرنت ايكوال في بي على ار الايكوفلنت بلس انترنال، قانون اومز لو كلوز ذا سيركت. في بي بتتغير لما كي يتقفل؟ ابدا ابدا. بس الكي لو اتقفل بقى يبقى التمانيتين دول بقى بارلل بفور زائد الفور التاني، يبقى 24 ديفايدد 8 فيطلع الاجابه ب 3 امبير. ها جبت الاي، ويلكم. يبقى الفي بتساوي اي في ار اللي هي 4 اللي هي ار ايكوفلنت بتاعت الحته دي، اي ب 3 في 4 يبقى 12 فولت. خدت بالك والنبي؟ كان سؤال حلو والله، والله كان سؤالين جايين حلوين، امتحان سهل اه بس في تفكير. سبعه دي فيها فكره جميله. تعالى بص معايا كده، كوندكتور اسم الله عليه كان ماشي في كارنت قيمته اي، وطول الكوندكتور كان ال، والاريا بتاعته كانت 3 اي. انا ذا كوندكتور اتوصل بنفس البطاريه، خلي بالك يبقى الفي قد الفي، وكان نفس الماتيريال، يبقى خلي بالك ان الريزستيفت الاولاني قد الريزستيفت الثاني، وعدى فيه كارنت كام اي؟ 3 اي. يبقى اكيد الار اتغيرت، اكيد يا واد الار قلت، اكيد اكيد الار قلت طبعا عشان الكارنت يزيد كده. يا ترى طوله بكام؟ اللي 1 كانت ب ال واريا 1 ب 3 اي، ويا ترى الاريا الجديده بتاعته بكام؟ الله. طب انا اجيبها ازاي؟ تعال اقول لك، تعال اقول لك، تعال اقول لك يا حبيبي، امشي البي بيساوي اي في ار. طب الفولت اخباره ايه؟ الفولت بتاع السيركت الاول والتاني هو هو، لما يكون الفي ثابت يبقى الار مع الاي انفرسلي، الاي كانت باي بقت ب 3 اي زادت 3، يبقى الار تقل 1 على 3. طيب مين اللينث والاريا اللي يخلوا الار يقل ال 1 اوفر 3؟ تعال نشوف، هي مش الار دايركت مع ال؟ يمشي الار انفرس مع الاريا. ايوه تعال نجرب اول اختيار، احنا هنجرب عشان نخسر حاجه. ال ال زادت للدبلت يبقى الار دبلت، الاريا زادت 18، استنى بقى هي كانت بكام؟ كانت ب 3 اي بقت 18 اي، يبقى زادت 18 مره ولا 6 مرات؟ من 3 ل 18، ال 18 6 اضعاف ال 3، لانك ضربت 6 في 3 تبقى 18 كده، يبقى الار قلت 1 اوفر 6. طلع الناتج، اضرب 2 في 1 اوفر 6 تديك 1 اوفر 3. ايوه يبقى لو ال زادت للدبل والاريا زادت 6 مرات
الار هتقل لواحد على تلاتة زي ما انت قلت، مش انت قلت الار لازم تقل 1 اوفر 3؟ فمين الاجابات اللي تخلي لك الار تقل ل 1 اوفر 3؟ الاجابه الاولى، ودي تركه، لان كان ممكن الواد يا ابني يبقى زي الحمار ما يحتار، ياخد ان الاريا زادت 18 مره ما ياخدش باله ان الاريا كانت 3 ايه مش كانت ايه، اللينس كان بيقل بقى 3 ال يبقى زاد 3 مرات، الاريا ال 3 ايه لما بقت 18 ايه يبقى زادت 6 مرات. طيب تعال نبص على كويشن نمبر 8 وهو سؤال سهل. هذا السؤال يعتمد على قانون امبير سيركت اللو، الميو اي على ميو اي على 2 باي دي. في الشكل اللي قدامك ده انت عندك واير كارينج كارنت اي، وتاثير الاي على الاكس والواي والزد هو هو. يعتمد هذا القانون على ان البي مع الدي انفرسلي، فهو بيقول لك ايه هو الترتيب الصحيح لعلاقات الماجنتيك فلكس دينستي الموجودة عند اكس واي وزد. طبعا اللي عنده مسافة قريبة البي بتاعته كبيرة، اصغر دي اكبر بي، يبقى البي بتاعت اكس اكبر ولا واي؟ اكس اكبر من واي. حلو، خش على بعده. هذا كويشن نمبر 9 يعتمد على قانون سيركولار كويل، ميو ان اي على 2 ار. قال لي ايه بقى؟ عندك 4 رينجز، رينجز يعني ال n ب1 الكل، يبقى ال n ثابته ولا كارينج سيم كارنت، يبقى الاي ثابته يا جميل، بديفرنت ريديوس زي ما انت شايف، والبي مع ريديوس انفرس. حلو، مين اللي عندها اصغر ماجنتيك فلكس دينستي؟ يبقى اللي عندها اكبر ايه؟ ريديوس، واكبر ريديوس هو ايه؟ هو فيجر ايه؟ اكبر ار اصغر بي. كويشن نمبر 10، فاكر لما كنا بنقول لك واير ووند اند ري ووند؟ بيقول ستريت واير ووند على شكل عدد لفات ان، بعدين كان ماشي فيه كارنت اي، بعدين ري ووند اجين بس بعدد لفات ان على 4 وشايل نفس الكارنت اي. كان نوار بيقول لك لما يقول لك ووند اند ري ووند يبقى البي دايركت مع ان باور 2، والان قالت للربع فربع باور 2، يبقى البي الجديده قلت لكام؟ 1 اوفر 16. دي كانت في نوار بيقول لك. كويشن نمبر 11 سؤال هايل، ذكي جدا، رائع جدا، ولكن في غلطه بسيطه اقول لك عليها في الاخر. غلطه من وضع السؤال، كان لازم يحدد حاجه معينه. طيب دلوقتي بيقول لي تو بارل واير اكس اند واي افكتد باي كارينج كارنت 3 امبير و4 امبير. حلو، المسافه اللي ما بينهم 30 سنتي. اند ار افكتد، بص بقى، بص بيقول لك ايه بقى، ار افكتد باي اكسترنال فيلد بي، يعني الفيلد اللي هو رمزه اكس ده، الفيلد اللي رمزه اكس ده قيمته اسمها بي، خلاص ده الاكسترنال فيلد. حلو، as shown in a figure if the resultant force per unit length اللي بتاثر على الواير اكس، استنى، الفورس اللي بتاثر على الواير اكس بتساوي ايه؟ بتساوي الماجنتيك فيلد الاكسترنال ملتبلاي الكرنت بتاع اكس في الطول بتاع اكس. هو عمل ايه؟ قال لي الفورس بتاعت اكس على طولها ادك قيمتها على طول، ادك قيمتها بكام؟ ب 2 في 2 بقى نيجاتيف 5 نيوتن بير متر. قال لك تعرف تجيب لي الاكسترنال فيلد اللي هو اسمه بي ده بكام؟ تعال هنحل الاول. طالب بريء، طاهر بريء، مش واخد باله، عبيط يعني. فالواد يقول لك ايه؟ انا معايا الفورس بتاعت اكس على اللينس بتاع اكس هيساوي البي الاكسترنال في الاي بتاعت اكس. صح يا واد، صح يا استاذ. طب دي تبقى 2 في 2 بقى 5 ايكوال البي الاكسترنال في الكرنت بتاع اكس اللي هو 3 امبير. يا واد يا جامد انت، فتودي الثلاثه الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى البي اكسترنال ايكوال 2 اوفر 3 ملتبلاي 10 باي نيت 5 تسلا. تبص يا ده على الاختيارات، ايه ده؟ مش موجوده، انا حمار، الاجابه مش عارف تطلع. تعالى يا ولا حمار، تعالى اقول لك، هو الواير اكس ده اما ايدك فيه اللي بيأثر عليه الاكسترنال مين؟ اتنين، واحد اللي انا عملته رمز اكس ده اللي هو الاكسترنال اللي هو اسمه بي، في ماجنتيك فيلد كمان بيأثر عليه اللي هو جاي له من عند الواير واي، الواي واي بيعمل هنا اكس وبيعمل هنا او، اوبا، يعني الماجنتيك فيلد الاكسترنال ده عباره عن اتنين فيلد، عباره عن اتنين فيلد.
الماجنتيك فيلد الاكسترنال دي عبارة عن الفيلد الخارجي اللي هو عاوزه اللي اسمه بي، وفي فيلد تاني بتاع الواير واي وده او، وطالما عكس بعض هنماينصهم، يبقى بي ناقص الماجنتيك فيلد بتاعت واي ايكوال 2 على 3 في 10 باور نيجاتيف 5. هو عاوز الماجنتيك فيلد بي ده، يبقى ودي البي بتاع الواي الناحية التانية بالبوستيف، يبقى الماجنتيك فيلد بتساوي كام؟ 2 اوفر 3 في 10 باور نيجاتيف 5 زائد الماجنتيك فيلد بتاع واي اللي هو ايكوال ميو اي، هو الواي كان ماشي في كارنت كام؟ 4 امبير، ميو اي اوفر 2 باي دي، الدي اللي هي كانت كام؟ الديستنس ما بينهم 30 سنتيمتر يعني 0.3. تجمع يا واد الاثنين دول على بعض وما تكسفش، هتطلع الماجنتيك فيلد الاكسترنال بيقول لك عليها، هتطلع معاك 9.33 اللي هو الاختيار الاول في 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. صبح لي على القفله لو كنت خدته. طيب السؤال اللي بعده نمبر 12، سؤال عبيط بعد القفل اللي راح ده من شويه. بيقول لنا ان الكتريك كارنت باسز ثرو ريكتانجلر كويل بارلل تو ماجنتيك فلكس دينستي 2 تسلا والماجنتيك دايبول ب 0.3. عاوزين نجيب التورك. التورك قانونه بيان ساين 90 عشان محطوط بارلل يا ولا. طيب التورك ايكوال البي ب 2. طب هو مش معايا الاي، مش معايا الاريا، مش معايا الان، هيبقى البي. كل دول هم الماجنتيك دايبول اللي هي ب 0.3 ما تكسفناش، فيطلع الاجابه 0.6 نيوتن دوت متر. شكرا، يلا بينا. كويشن 13 بيقول لك تخيل انك معاك جلفانوميتر كده متسنكح حلو وعاوزين نحوله فولتميتر، اكيد هنوصله بمالتيبلر يا استاذ. وصلناه مره بار ام واحده، مره باتنين ار ام بارلل، يبقى كده ار ام على اتنين التوتال، ومره بتلاته ار ام بارلل، يبقى كده اسمها ار ام على تلاته. كده انت عملت تلاته فولتميتر اي وبي وسي. مين الفولتميتر اللي يدي اعلى بوتنشال؟ والله يا حاج نوار كنت بتقول ان از ار ام انكريز الفولت بتاع الفولتميتر بيزيد، اللي عنده اعلى ار ام يبقى عنده اعلى في. مين اعلى ار ام؟ اكيد ايه دي ار ام يا ولا، التانية ار ام على اتنين، اللي بعدها ار ام على تلاتة، يبقى ايه اعلى من بي اعلى من سي. شكرا. اللي بعده كويشن 14، سؤال ده في الخطير قوي قوي قوي، قلبك هيدق ياد لما تشوفه هيدق. بيقول لك ايه واير اكس واير واي كارينج كارنت اي وتو اي، كلام نغم. التوتال ماجنتيك فيلد عند النقطه بي في اللحظه دي وهم عكس بعض كده، التوتال ماجنتيك اسمه ايه؟ اسمه بي تي، بي توتال. هو سماه كده، اسمه بي تي، بي اكس سماه بي تي. حلو. بيقول لك بقى لو انا عكست الكارنت بتاع اي بتاع اكس خليته طالع لفوق كده، يبقى البي توتال عند النقطه بي هتساوي كام من بي تي؟ 3 على 5 بي تي، 2 على 3 بي تي. استنى استنى، طب هي بي تي دي بكام؟ تعالى تعالى نتكلم قبل ما نعكس اتجاه الكرنت، بيفور ريفيرس كرنت بتاع اكس، مش انت بتقول البي توتال عند نقطه بي كان اسمها بي تي؟ طب اللي هي عباره عن ايه؟ كرنت لما يكون عكس بعض بنجيب بي 1 وبي 2 نعمل لهم بلس يا استاذ. اللي هي عباره عن ايه؟ يلا قولها لي، يلا بكام؟ بكام؟ بي 1 بلس بي 2 بناخد ميو على 2 باي كومن فاكتور، وافتح البراكت اي 1 على دي 1 ها بلس اي 2 على دي 2. تمام شطور. مثلا تعال نقول ان اي 1 دي بتاعت الواير واي، ودي تبقى الديستنس بتاعت واي، ودي بتاعت اكس، ودي ديستنس اكس. يلا بينا، يلا احنا شطار. البي توتال عند الواير بي اسمها بي تي، انا عاوز اعرف البي تي دي يعني يطلع لها كام يعني. ميو على 2 باي دي بالاختصار بتطلع 2 في 10 باور 7. حلو. اي بتاعت واي ب 2 اي، والديستنس بتاعت واي اواي فروم بي ب دي، اي بتاعت اكس ب اي، والديستنس ب 2 دي. طبعا لازم نعمل كومن دومينيتور، فنعمل ايه عشان نجمع دولت؟ نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2، فيطلع كده، يطلع الانسر 2 في 10 باور 7. ونجمع بقى لما نضرب فوق في 2 تبقى 4 اي، وادي اي فوق يبقى 5 اي على 2 دي. يلا شيل ال 2 مع ال 2، فيطلع ان قيمه بي تي ايكوال كام؟ ايكوال 5 ملتبلاي 10.7 اي
اوفر دي، خلي دي في جيبك دلوقتي، هي دي اسمها قيمة بي تي، ده في حالة قبل ما يعكس اتجاه الكرنت. طب تعالى نشوف بقى بعد ما ريفيرس الكرنت بتاع اكس، لان بعد ما اعكس النقطة دي تبقى منطقة ماينس يا استاذ نوار. طب يبقى البي عند النقطة بي بتساوي ايه دلوقتي؟ هتساوي B1 ماينس B2، البي بتاعت الواير واي ماينس البي بتاعت الواير اكس. طيب يلا نحسبها، تعال نجيب البي اللي عند النقطة بي في الحالة التانية، بتساوي بي بتاعت ناخد ميو على 2 باي كومن فاكتور ونفتح البراكت اي واي على 2 دي، سوري على دي ماينس الكرنت بتاع اكس، طبعا دي دي واي على الكرنت بتاع اكس على دي اكس. يلا نعوض، اما ايدك فلاكس دينس عند النقطه بي في الحاله الثانيه ميو على 2 باي اللي هي 2 ملتي بلاي 10.87، اي بتاعت واي 2 اي والديستانس دي ماينس اي بتاعت اكس اي والديستانس 2 دي. لا يمكن يا مستر اعرف الماينس، لازم اعمل كومن دومينيتور يا استاذ نوار. اعمل ايه يا استاذ نوار؟ اضرب تحت في 2 اضرب فوق في 2، حلو يطلع الاجابه ايه بقى يا استاذ نوار؟ تطلع 2 في 10.87 وتبقى دي 4 اي ماينس اي تبقى 3 اي اوفر كومن دومينيتور 2 دي، شيل دي مع دي، شيل ال 2 مع ال 2، يبقى الماجنتيك فلكس دينسي عند النقطه بي ايكوال ها 3 ملتي بلاي 10.87 اي اوفر دي. استنى بقى، انا عاوز اعرف هي البي في الحاله الثانيه قد ايه من البي في الحاله الاولى عند النقطه بي. طب البي في الحاله الثانيه ما نعرفش اسمها الماجنتيك فلكس دينسي عند النقطه بي، البي توتال في الحاله الاولى كان اسمها بي تي، البي توتال في الحاله الثانيه طلعت قيمتها بكام انت؟ 3 في 10.7 اي اوفر دي اوفر، اعمل تايم، بص بص البي توتال في الحاله الاولى ايه؟ 5 في 10.7 اي على دي، يبقى هنشقلب دي و5 في 10.7 اي، يلا شيل الدي مع الدي والاي مع الاي، 10.7 مع 10.7 يطلع الانسر 3 اوفر 5، يبقى الماجنتيك فلكس دينسي في الحاله الثانيه ايكوال 3 اوفر 5 ملتبلاي بي تي، دي الاجابه. It's not easy question، بس ده سؤال ادي يا عم جه في الامتحان بتاعنا لازم نعرف نفكر ازاي فيه. question number 15 force وماجنتيك فلكس دينسي، جراف ريبريزنت ريليشن بتوين ماجنتيك فورس اكتنج اون كارنت واير بليزد كارينج واير بليزد بيربنديكولار تو ماجنتيك فيلد بي and magnetic flux density for different magnetic field. So the magnetic force acting on wire لما يكون magnetic flux density 3 تسلا equal كام؟ السؤال اللي قدامنا ده يعتمد على قراءة الجراف بشكل سليم. دي ورقة مربعات جراف، طبعا انت ما بترسمش الجرافز دلوقتي، كان زمان الطلبة بترسم سؤال في الجراف. بنقول لهم دايما لو الطلب منكم طلب F أو B لازم تجيبه من على الجراف، هو بصراحة سؤال رائع جدا. كل مربع بواحد، يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهنا برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وادي 10 فوق. فهو بيقول لو كان الماجنتيك فلكس دينسي ب 3 يبقى الفورس بكام؟ نعمل ايه؟ نمشي من النون للانون، نشد خط كده خط كده خط كده لغايه هنا، نمشي كده ها بكام الفورس؟ ب 6، يبقى الفورس بتاعتنا ايكوال 6 نيوتن. كويشن 16 وهو سؤال خاص بالجراف اللي ما بين اي بتاعت الاميتر 1 اوفر ار اس، وكان الجراف دوت بيطلع السلوب بتاعه ايكوال فولت الجلفانو، وكلنا زي ما احنا عارفين ان الجلفانوميتر والشنط متوصلين بارلل، ففولت الجلفانو هو هو فولت الشنط. فالسؤال بيقول لك تعرف تجيب لي بوتنشال ديفرنس ما بين تيرمينال اوف شنط ريزيستنس؟ طبعا كان انت لو جبت السلوب اللي هو فولت الجلفانو يبقى انت جبت فولت الشنط.
طب والسلوب بتاعك هجيبه ازاي؟ السلوب هعمل كده y2 minus y1 على x2 minus x1، كده هتطلع معاك قيمة في جي اللي هي قد فولت الشنطة. طب يلا بينا بقى، لما الجراف يبقى مش بادئ من الأورجن نصيحتي ليك خد أعلى رقم ناقص نقطة البداية، يعني y200 minus y120. اوعى تنسى انه ملي امبير، يعني البراكت ده تضربه في 10 باور نيجاتيف 3 ديفايدد اعلى رقم في الاكس ناقص اقل رقم في الاكس 10 minus 0. اوعى تنسى ان هو ضارب في الجراف في 10 باور نيجاتيف 2. تحسب الحسبه يا معلم، هيطلع معاك 0.8 فولت الطلب الاول. السؤال اللي بعده، في السؤال الموجود قدامنا ده بيقول لك اوميتر contain galvanometer of full scale deflection IG external resistance 12 كيلو او اللي هي بنسميها RX 12 كيلو او is connected to its terminal of test so the current passing become 1 over 5 its original current. في اللحظة ديت الكرنت اللي بيعدي بيساوي 1 over 5 من التوتال كرنت، وده معناه انك لو شقلبت ونقصت واحد ان ار اكس ايكوال 4 من ار الاوميتر. يعني ار الاوميتر اقدر اجيبها ولا ما اقدرش؟ هعمل ار اكس ديفايدد 4، يعني 12 في 10 باور 3 على 4 تطلع 3 في 10 باور 3. دي اللي هي مين بقى؟ دي ار الاوميتر، بس هو مش عاوزها. بيقول لي طب لو انا وصلت ريزيستنس اكسترنال ثانيه 1.5 كيلو اوم، يا ترى الكرنت يقل لقد ايه؟ تعالى كده نشوف مع بعض. دلوقتي واضح ان ار الديفايس ب 3000 اوم وار اكس بواحد ونص، يعني كده ار اكس نص هاف ار الديفايس. ايوه استنى بقى، لما ار اكس تكون نص ار الديفايس تمام، يبقى الكرنت ايكوال كام؟ خلي بالك لو هنا في ان الرقم ده بيتزود عليه واحد وتشقلبه تحت صح؟ طيب فالرقم ده بتاعنا لو n يبقى الـ i equal ها 1 على n plus 1 من i g، يبقى الـ i equal ها n بنص زائد 1 تبقى 1.5 من i g. طب استنى، انت عارف 1.5 بتتكتب ازاي ولا؟ 1.5 بتتكتب 3 على 2، كده يبقى الـ i equal ها 1 على 3 على 2 تطلع على 2 فوق من i g، يبقى i بيساوي 2 over 3 from i g. question 18 a magnetic flux density changed by constant rate acting normally to circular coil an induced electromotive force E is produced in a coil if the number of turn of the coil increased to doubled and the area decreased to half ال induced electromotive force يحصل لها ايه؟ اولا induced MF من قانون فاراداي negative N A B over delta T. فهو بيقول لي لو الـ number of turn increased to doubled والـ area decreased to half، الـ E مع الـ N directly ها الـ E مع الـ area directly. طب لو دي doubled والـ area قلت للنص مش يكنسلوا بعض؟ والله دي doubled وتقل للنص 2 في نص بواحد، يبقى الـ induced MF تفضل زي ما هي E. question number 19 student conduct following steps by using tools shown in a figure. Step 1 moving a magnet toward station solenoid. يبقى انا حركت الماجنت كده. Step 2 moving both solenoid and magnet with the same velocity in the same direction. يعني في مرة تانية حركهم هما الاثنين كده مع بعض في نفس الدايركشن. Step 3 moving both solenoid and magnet with the same speed but in opposite direction. Which of the above steps not produced induced electromotive force? أكيد هتبقى في step number 2. ستيب نمبر 2 ليه؟ لان الاثنين لما بيتحركوا بنفس السرعه كانهم بالنسبه لبعض كانهم ستيشنري ات ريست. فاكر دي كنا من الحاجات المهمه اللي كنا بنتك عليها، لو اتحرك واحد اتحرك ناحيه الثاني او الاثنين اتحركوا ناحيه بعض يزيد الفلكس. في كويشن نمبر 20 ذا فيجر الستريت ستراكشر اوف سمبل الكتريك موتور وين ذا كوير روتيت فروم بارلل بوزيشن سو ذا فورس اكتنج اون واير اي دي. فاكر كنا بنقول لك ايه؟ الموتور اثناء الدوران الفورس اللي بتأثر على السايد بتفضل كونستانت، لا بتزيد ولا بتقل، لأن الفورس هي بتساوي بي اي ال ساين ثيتا، والثيتا بتاعتك دايما ب 90.
الماجنتيك فيلد مع الواير دايما ب 90. يعني ارجع لفيديو نوار بيقول لك في الحركه دي، بيقول لك ان دايما الواير دي الكويل بتاع الموتور او اللي بيحصل عليه تورك اثناء الروتيشن حاجتين ثابتين ما بيتغيروش، لا ماجنتيك دايبول ولا الفورس اللي بتاثر على السايد. كويشن نمبر 21، ستريت واير of unit length moving perpendicular in magnetic flux density 0.4 tesla. So induce EMF is formed 0.2 volt generate between its terminal. So the velocity of the wire was equal كام؟ طبعا يا شباب هو هنا ده ideal transformer، والايديال ترانسفورمر تاني معلش بعيد الاجابه عشان اتاكد في الريكورد وقف ولا لا. ايديال يعني باور السكند والبرايمري قد بعض. هو بيقول لك فاين في اس هنا هي في بي، فانا عوضت في اس على في بي ايكوال ان اس على ان بي. ايش عرفك ان ان اس ب 3؟ كلمه ستيب اب، يبقى 3 على 2 ايكوال في اس على في بي كروس يطلع ب 200، يعني الاجابه تبقى سي. 25، ذا فيجر illustrate ان اكسبيرمنت when a magnet moved toward a coil with velocity v. ركز في الكلام اللي بيتقال. وكان بيتحرك من x ل-y. The pointer of galvanometer was deflected 2 division. كده ان كان عندك كده شرطتين، فالجالفانومتر عمل كده كام؟ شرطتين. 2 division. حلو. بيقول لي بقى if the experiment repeated تاني، تمام. With south pole magnet، يعني بدل ما نقرب النورث هنقرب الساوث. حلو؟ هنمسك الماجنت كده ونقرب الساوث. is faced in a coil and move toward the coil برضو ب velocity 2V. هو أول حاجة البوينتر عمل deflection 2 division toward ايه؟ toward right. أنا آسف، عمل deflection 2 division toward ايه؟ toward right. أنت عارف طبعا الجلفرومتر الزيرو بتاعه في النص، فالبوينتر عمل deflection كده شرطتين ناحية اليمين كده لما كنت ماشي بسرعة ايه؟ V كده، وكنت مقرب الطرف مين؟ الطرف north كده. قام يقول لك ها لو انت اتحركت بقى بس قربت الساوث مش النورث. طبعا لما قرب الساوث مش النورث اتجاه الاندوس كارنت يتعكس، يعني اكيد بدل رايت يبقى ايه؟ ليفت. يبقى كلمه رايت اللي هنا وكلمه رايت اللي هنا بره اللعبه. خلاص؟ طيب بس الفيلوستي بقت كام في؟ بقت 2 في. الفيلوستي زادت للدبل. يبقى البوينتر بتاع الجلفانوميتر بتاعك الحلو الامور ده ديفليكت قد ايه؟ والله بص يا استاذ، ان دلتا فاي على دلتا الفيلوستي لو زادت للدبل التايم يقل للنص، فالانديوز ام اف تزيد للدبل. حلو. الانديوز ام اف بتاعتنا بتساوي اي في ار، والار بتاعت الكوندكتور ثابت، فالانديوز ام اف لما تزيد للدبل يبقى كمان الكارنت يزيد للدبل. حلو. طب البوينتر كانت حركه 2 ديفيجن، لو انت عكست الماجنت هيتحرك ناحيه الليفت نفس الديفيجن؟ لا، ده الكرنت هيزيد للدبل. يا لا، يبقى بدل ما يتحرك شرطتين يتحرك اربع شرط، يبقى يتحرك فور ديفيجن بس في الاتجاه اللي عكس الرايت، يبقى تورد ايه؟ تورد ليفت. السؤال اللي بعده سؤال حلو صح. جراف ما بين الانديوز ام اف ودلتا اي على دلتا تي. ده جراف ريبريزنت ريليشن بتوين الكتروموتيف فورس induced electromotive force of the secondary coil، خلي بالك secondary coil، and the rate of change of current in primary coil. يبقى mutual inductance equal كام؟ طب القانون بتاعك induced EMF في secondary equal negative M delta I primary على delta T. احنا رسمنا ده على ال Y وده على X، يبقى الاسلوب يا جدع equal mutual inductance. mutual inductance بكام؟ خد الاسلوب، خد delta Y على delta X. ماشي، طالما الخط مستقيم ده ممكن يعدي في الاورجن، فممكن ناخد رقم على رقم على طول. يعني ناخد كده 0.1 الواي ديفايدد اكس، يعني 0.1 على 2 يطلع 0.05 ملي هنري، ويطلع 0.05 هنري يا ولا هنري. فانت طبعا هتروح معكوك وراح مضروب على وشك وعلى قفاك وراح مختار دي. هي هي ايه؟ لا، اولا ده فولت وده امبير بير سكند، يجي منين الملي ده؟ الاجابه 0.05. بس دي هنري، بس ما فيش اجابه كده هنري، انت بتبص على الرقم اليونت. لا، طب ما 0.05 هنري هي بتساوي 50 ملي هنري. ازاي يعني يا استاذ؟ ما انت الهنري عشان تخليه ملي تضربه في 1000،
اضرب في 1000 10 باور 3 يعني، فتديك 50 ملي هنري. فيبقى الإجابة الصح لو اخترت 0.05 ملي هنري تبقى حمار، لأن الإجابة دي بالهنري، أنت عاوز كده ملي، تبقى 50 ملي هنري. طيب تعالوا كده نبص مع بعض على حل question number 27. يقول لك question: The graph represents relation between induced electromotive force EMF in a dynamo and time through a half cycle. So the average، وركز يا جماعه في كلمه انه طلب ال average electromotive force which generated dynamo during a time من t0 ل time 1 over 75. ده هتلاقيها في تريكات الجراف اللي احنا منزلينها في ملزمه الريفيجن بتاعت نوار، بيقول لك. طيب ركز معايا بقى، انا دلوقتي الزمن الموجود قدامنا دوت هو يعبر عن نص البريدكت تايم، يعني يعتبر البريدكت تايم هو 2 ملتبلاي 0.04 يعني 0.08 سكند، وبالتالي رقم الموجود قدامنا 1 over 75 هو لا يمثل رقم معين زي مثلا زمن نص الماكسيمم او تايم الافكتيف او تايم الماكسيمم اللي احنا عارفينه، هو زمن مش معروف القيمه، وانا مطلوب مني الافريج انديوز ماف. تعال اقول لك فين المشكله وازاي نحلها. طب وعندنا على الرسمه هنا كمان في رقم كده مكتوب 100، ال 100 ديت تعبر عن مين؟ تعبر عن قيمه الماكسيمم انديوز ماف ايكوال 100 فولت. يبقى انا معايا في 2 جيفن على الرسمه، مع البريدكت تايم اللي اقدر اجيب منها الفريكوانسي طبعا، ومعايا الانديوز ماف في الماكسيمم، والمطلوب مني ان هو عاوز الافريج انديوز ام اف بتاعنا ايكوال كام. طيب هو ايه قانون الافريج انديوز ام اف؟ نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. حلو، طيب نركز مع بعض اكتر، ايه بقى الان؟ الان معانا؟ لا. طيب الان مش معانا، طب الدلتا فاي دي عباره عن مين؟ اي ملتبلاي بي ملتبلاي. طالما الزمن اتغير يبقى الثيتا اللي هي الانجل هقول لك ما بين مين ومين اتغيرت، كوزاين ثيتا 2 ماينس كوزاين ثيتا 1 ديفايدد تي 2 ماينس تي 1. ثانيه واحده، هو فين ثيتا 1 وفين فين ثيتا 2؟ الثيتا اللي قانونها 2 باي اف تي، وير ان التايم ده زمن الستارتنج فروم نورمال بوزيشن تايم افتر نورمال بوزيشن، وهو قال ان الكويل بدا الحركه من تايم ايكوال 0 اللي هو كان موجود قدامنا، والتايم ايكوال 0 انت ايه اللي عارفك ان انت عند وضع النورمال بوزيشن؟ ما لما يكون الانديوز ام اف عندنا هنا ايكوال 0 يبقى اكيد ان كان الكويل بادئ من وضع النورمال بوزيشن. حلو، طب الثيتا ايكوال 2 باي اف تي، اول تي ايكوال 0 يلا نجيب ثيتا 1، 2 باي اف تي 1 وتي 1 ب 0، انا عندي تي 1 ب 0 و T2 equal 1 over 75. نجيب ثيتا 2 اللي هو قانونها 2 باي اف تي 2، 2 باي 180 فريكونسي 1 على بريدكت تايم مالتبلاي تي 2 1 over 75. يبقى اول ثيتا ب 0 ثاني ثيتا ب 60، كده جبنا ثيتا 1 وثيتا 2. يلا يا عم نجيب بقى الاب. مستر انا ناب مش معايا، لا معايا الان ولا ايه ولا انت نسيتني ولا ايه؟ كوزاين ثيتا 2 انت مالك بتطنشني ليه؟ ماينس كوزاين ثيتا 1 0 على تي 2 اللي هي 1 اوفر 75 ماينس تي 1 اللي هي 0. يا مستر ناب مش معايا، مش واخد بالي والله. طب بقول لك ايه، هو انت مش معاك الماكسيمم من ديوز ماف؟ معايا الماكسيمم من ديوز ماف. طب انت عارف قانون الماكسيمم من ديوز ماف بكام؟ اي عيل صغير عارف، تساوي ناب اوميجا. حلو، طب ما ناب اهي، طب ما انا بتقدر تجيبها، مش انت معاك الماكسيمم من ديوز ام اف وتقدر تجيب الاوميجا؟ طب ما الماكسيمم ايكوال 100 والاوميجا اللي هي 2 باي والباي اللي هي ما قايل لك هو في القانون اشتغل بيها 3.14 مش 22 اوفر 7 ملتبلاي الفريكونسي اللي هي 1 على بريدكت تايم اللي هي 1 ديفايدد 0.08. كده اقدر اجيب قيمه ناب. خلاص بعد ما اجيب قيمه ناب اقدر اعوض، هتطلع معانا ان الفاليو بتاعت ناب ايكوال 200 اوفر 157. نقدر نعوض بقى، يلا يبقى الافريج ايكوال 200 على 157 في كوزاين 60 ماينس كوزاين 0، تطلع بالنيجتيف، في نيجتيف في القانون هتطيرها.
على الدلتا تي اللي هي 1 اوفر 75 ماينس 0، هيطلع قيمه الافريج انديوز ام اف بتاعنا 47.77. وطبعا دي يعتبر يعني اكتر مساله كان فيها شغل في امتحان التجريبي الثاني. Question number 28 برضو ده سؤال حلو، بيقول لك هنا ايه: During calibration of the hot wire ammeter, the scale the opposite figure represents the position of the pointer of the hot wire ammeter when current effective بيعدي فيه مقداره I. Which of the following figure represent the correct position of the pointer of hot wire ammeter لو الكرنت بقى 2I. طيب هو هنا بيعتمد على معلومة لازم تكون عندك، ان الكوانتيتي اوف هيت اللي بتسبب الاكسبانشن وحركة البوينتر مش دايركتلي مع I، دايركتلي مع I سكوير. فلما الكرنت يزيد للدبل هيزيد الاكسبانشن 4 أضعاف الاكسبانشن الأول. فلو افترضنا ان الاكسبانشن الأول خلى البوينتر يتحرك مسافة مقدارها سنتي مثلا، يبقى المفروض الاكسبانشن التاني يخلي البوينتر يتحرك مسافة اسمها 4 سنتي. فلو انا مقسم كده ادي 4 أقسام، ادي سنتي 2 3 4، يبقى المفروض هنا ال 2i، يبقى المفروض المؤشر يقف هنا بحيث ان بقى كل ده 4 سنتي. يبقى مقدار الاكسبانشن بيتقاس من بداية عندك الزيرو 4 أضعاف الإكسبانشن الأول. يبقى هنا هندور فين اللي بالمنظر ده؟ هنا الإكسبانشن I، المفروض إكسبانشن بتاع 2I 4 أضعاف الأولاني، يبقى أدي ديفيجن 2 عند التالتة أدي الرابعة، يبقى الإجابة هتكون مين؟ هتكون 2. طب لو كان 3، ها؟ لو الكرنت زاد 3 مرات يبقى ده معناه إيه؟ يبقى ده increase 9 times. يعني لو كان عمل expansion هنا i، يبقى ها 3i اللي هي فين؟ بعد 9 شرط، 2 3 4 5 6 7 8 9، هنلاقي هنا التلاتة i لان expansion 9 أضعاف الاولاني. تمام، ادي دي بعد division، التاني بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كده يبقى عمل expansion 9 أضعاف الاولاني. تمام، طب ده I، يبقى 2I يبقى فين؟ ها؟ بعد 4 أضعاف الديفيجن دي، يعني نعد كده الزيرو، يبقى دي ديفيجن 1 2 3 4، هنا 2I. عشان كده السكيل نوت يونيفورم، السكيل بيبدأ الأرقام قريبة بعدين بتبعد أكتر وأكتر، and so on بقى. وإحنا برضو لو كان زاد 4 يزيد الإكسبانشن 16 مرة. طيب بالطريقة ديت يبقى إحنا جاوبنا على سؤالين دولت، انا عدتهم تاني من الامتحان وادخلهم تاني جوه بقيه الموديل بتاعنا. في الكويشن نمبر 29 بيقول لي دايره ار ال سيركت. طبعا في ار ال سيركت بيكون الفيز انجل اكس ال على ار. لو انا قفلت الكي يحصل ايه الفيز انجل؟ خلي بالك ان كان عندك ار الاكويفالنت كان ب 2 ار قبل ما تقفل المفتاح يا عبد الفتاح. طب لما قفلت المفتاح يبقى الجمبر وير ياخد الكهرباء، يعني الار قلت، ها؟ يبقى تنثيتا ايه؟ يبقى تنثيتا تزيد. الار طالما قلت يبقى تنثيتا تعلى. السؤال اللي بعده question number 30، في الشكل الموجود قدامك ده from the opposite figure which represent an electric circuit contain hot wire ammeter and AC source and capacitor. The reading of hot wire ammeter equal كام؟ طب الهوت واير اميتر بيساوي طبعا ده طبعا نجلكت ان الهوت واير اميتر ليه ريزيستنس، يعني الدايره كده عباره عن كاباستور واي سي سورس، يبقى تساوي الفولت الافكتيف ديفايدد اكس سي. يا معلم الفولت الافكتيف معاك ب 200 واكس سي هتجيبها من قانون 1 على 2 باي اف سي. اوعى تنسى ان السي لازم تضرب في التمبريت في كام؟ 6. هتحسب الحسبه بتاعتك ويطلع الاجابه 0.2 امبير. السؤال اللي بعده question 31، in the shown oscillatory circuit contain inductor يعني كويل بسلف اندكتنس 2 هنري، so the capacitor C that required to obtain frequency 80 هرتز equal كام؟ خلي بالك ان دايره الاوسيليتوري سيركت هي دايره في حاله ريزونانس، عشان تنتقل الطاقه ما بين الكويل والكاباستور لازم تبقى في حاله ريزونانس، يعني لازم نستخدم القانون ده 1 على 2 باي سكوير روت ال سي. فالفريكوانسي ب 80 هنعملها باور 2 عشان نشيل الروت،
equal 1 over 4 باي سكوير السيلف اندكتنس ب2 في السي. ومن اقدر اطلع قيمه السي بتاعتي اللي هي equal 1 over 4 باي سكوير في 2 في 80 باور 2. يلا نحسب ونشوف، يلا نحسب ونشوف. على الكالكوليتر قدامك لو حسبت هتطلع الاجابه 1.98 multiply 10 باي نيتف 6 فراغ. ف 10 باي نيتف 6 ديت ممكن الشيء نكتب بدلها ايه؟ مايكرو فراد. question number 32 3 inductor of negligible ohmic resistance were connected together in a figure. اذا كان الافكتيف فاليو اوف ذا كارنت از واز 5 امبير، الكارنت اللي كان بيعدي في السيركت 5 امبير. neglecting the mutual induction ما بين two coils then the value of self inductance الواحده ال دي ايكوال كام؟ بص يا باشا، وانا لو عملت الفي دي على الاي دي هجيب ايه؟ هجيب اكس ال توتال هتساوي في افكتيف على اي توتال ليه افكتيف برضه. طيب يعني 200 ديفايدد 5 يبقى ايكوال كام؟ 40 اوم. حلو، انت كده جبت مين؟ اكس ال توتال. حلو، تعالى معايا كده اكس ال توتال دي تتفك ايه؟ تتفك 2 باي اف ال توتال. يلا نجيب التوتال اندكتنس اكس ال التوتال انت جبتها على 2 باي 40 على 2 باي 3.14 بالفريكوانسي اللي 100 اوفر باي. يا عم انت كده شيل الباي مع الباي، فيبقى السيلف اندكتنس ايكوال 40 اوفر 200، فيبقى 40 على 200 تطلع السيلف اندكتنس 1 اوفر 5 ده التوتال يعني 0.2 هنري. طب انا بقى سيلف اندكتنس كلها ب 0.2، ال دي بكام الاول؟ دول يتجمعوا على بعض سيريز يبقى 0.3. فانت دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ 0.2 دي ال توتال ايكوال 0.3 في ال على 0.3 بلس ال، صح؟ عشان عاوز تجيب ال اللي تحت انت دي ايكوال كام؟ اجي تطلع معاك 0.6 هنري. طيب في السيركت الموجوده قدامنا دي يا شباب اللي هو كويشن نمبر 33 بيقول لنا ايه؟ احنا عندنا تو فيجر موجودين قدامك اهو، تعال نجيب بيقول لك كاباستور بتاعت كل واحده بسي. طبعا لما يكون عندنا 4 سي سيريس بنطبق عليهم قانون البارلل يبقى سي توتال ايكوال الواحده على عددهم. دولت 2 سي بارلل نجمعهم 2 سي، سي وسي بارلل يبقوا 2 سي، 2 سي بارلل مع 2 سي يطلع التوتال الواحده على عددهم تطلع بسي. يبقى التوتال كاباستنس في الدايرة الأولى بتساوي سي على 4، التوتال كاباستنس في الدايرة الثانية ايكوال سي. السؤال عاوز رش ما بين التوتال كاباستف رياكتان في فيجر 1 على توتال كاباستف رياكتان في فيجر 2. طب كلنا عارفين ان اكس سي ايكوال 1 على 2 باي اف سي، فلو انا خدت اكس سي 1 على اكس سي 2 يبقى انفرسلي مع اف 2 سي 2 على F1C1 و2 باي بتتكنسل 2 باي. طب في فيجر نمبر 2، في فيجر نمبر 2 الفريكونسي F2 ب2F وC2 بC، في فيجر نمبر 1 F1 بF وC2 بC او C1 اسف بC على 4، فالاربعة تطلع فوق شيل C مع C وF مع F يطلع 4 في 2 الإجابة 8-1. السؤال اللي بعده شباب محتاجين كلنا نركز جدا في الامتحان جامد جدا جدا. An alternative current circuit contain inductive coil of negligible ohmic resistance capacitor of variable capacitance and ohmic resistance in series. يبقى عندنا coil LCR يبقى دي دايرة RLC. The source voltage become equal to the potential difference across ohmic resistance. عند انهي نقطة؟ يقول لك الفولت بتاع السورس يبقى قد VR امتى؟ لما تكون الزد مينيمم وتكون قد الار. فالكلام ده عند نقطه مين يا شباب؟ هنا عند نقطه سي. لما تكون الامبيدنس مينيمم بيكون فولت السورس قد الفي ار، ودي من النقط اللي مهمه بتاعه الريزونانس، يبقى الاجابه عند نقطه مين؟ عند نقطه سي اونلي. طيب سؤال ممتاز question 35 in Compton effect when photon of gamma ray colloid free electron moving with velocity v. حلو، المومنتم بتاعت الالكترون بعد الكولاجين بتزيد صح،
والمومنتم بتاع الفوتون بعد الكوليجن بتقل، يبقى الالكترون هيزيد والفوتون بيقل، يبقى الاختيار سي. السؤال اللي بعده، كويشن نمبر 36، جراف ما بين اللامدا 1 اوفر البوتنشال، اللي دخل اللمبه مع البوتنشال هنشوف دلوقتي. ذا جراف ريبريزنت ريليشن بتوين ريسيبروكال اوف سكوير روت اوف الكتريك بوتنشال ديفرنس يوز ان كاثود راي تيوب اند اسوشيتد ويف لينث فور ان الكترون اميتد فروم تيوب اوف ذا سو ذا فاليو اوف ذا بوينت اكس ايكوال كام. طيب تعالى كده واحده واحده نفكر مع بعض. question number 36، واو سؤال ذكي جدا، بيقول انا عاوز اجيب قيمه اكس بقى بتاعتك بتساوي كام. بص هقول لك على حاجه بقى صغيره، المفروض ان الواي اوفر اكس دي ليها سلوب، والواي اوفر اكس دي برضو ليها سلوب، بس طالما ده خط مستقيم يبقى السلوب بتاع كيس نمبر 1 قد السلوب بتاع اي نقطه تانية عندك، السلوب قد بعض. طب يعني اقدر اقول ان واي 1 على x1 y2 على x2 y1 ب 5 بتبقى نيجاتيف 12، ده y1 اهي على x1 اللي هي 4.5 بتبقى نيجاتيف 3 y2 اللي هي x over y1 سوري اللي هي over x1 اسف بقى، دي x2 وادي x1 اللي هي 1.125 multiply 10.3 اللي عندك هنا. طب خلاص كده شيل نيجاتيف 3 مع نيجاتيف 3، يلا بينا نعمل كروس مالتبليكيشن. من هنا نعمل كروس مالتبليكيشن يطلع ان قيمه الاكس اللي هو الويف لينث دوت 1.25 multiply 10.12، كروس مالتبليكيشن يطلع 1.25 مالتبلاي 10 باور نيجاتيف 12، يطلع الانسر دوت. كويشن نمبر 37، خلي بالك ان هو بدا المودرن فين، عايزين بس نعد عدد اسئله المودرن. خلاص بدانا المودرن من اول كويشن نمبر 35، وعد معايا، ادي سؤال اول، ادي سؤال تاني، لغايه الاخر بقى من 35 لغايه 50 هم 15 سؤال. 37 يعني 35 سؤال الكتريستي، تمام؟ احنا هنعدهم بعد ما نخلص ونقول لك كام واحد ناين كام واحد شابتر 1 و 2 كده، هنقول في الاخر. كويشن 37، جراف ريبريزنت ريليشن بتوين ويف لينث اوف الكترون اميتد فروم تيوب اوف ذا فيلمنت اند ريسبروكال اوف ذا فيلوستي، كل ده تبع شابتر 5. الريشيو ما بين فيلوستي اكس على فيلوستي واي كام لكام؟ الريشيو ما بين فيلوستي اكس على فيلوستي واي كام لكام؟ طيب نعمل زي ما عملنا من شويه، هو عاوز يمشينا في طريق صعب، هدي لك انا طريق سهل تحل بيه على طول. السلوب بتاع النقطتين زي بعض، تمام؟ يعني كانك هتقول سلوب النقطه 1 قد سلوب النقطه 2. السلوب عندك في الحاله الاولى ها يبقى بتساوي عندك 10 اوفر اكس، الناحيه الثانيه هتساوي كام؟ 30 اوفر واي. هو عاوز مين على مين؟ عاوز اكس على واي. طب انا اخدت اكس على واي، لو انا خدت اكس على واي يبقى ايكوال 10 على 30 يعني ايكوال 1 اوفر 3. خلي بالك اكس دي 1 اوفر في وواي دي 1 اوفر في، هو عاوز رش ما بين في اكس على في واي، يبقى انت كده وقالب، يبقى انا اقلب كمان، يبقى في اكس على في واي هتساوي 3 على 1، لان انا كده واخد 1 على في على 1 على في، هو عاوز في على في، الاجابه اللي تطلع شقلبها تطلع الإجابة 3 to 1، وده يا باشا أسرع طريقة تحل بيها السؤال اللي فات ده. question 38 بيقول لك the opposite figure represent a green light ray fall على surface of cesium metal where electron barely liberate. barely liberate يعني خرج من غير kinetic energy. حلو. in which figure the following represent electron will liberate electron بkinetic energy عالية، يبقى أنا عاوز wavelength أصغر من الجرين. في الالوان السبعه بتاعتك رويج بيف، الويفلنس الاصغر من الجرين بتاع البلو، في بلو هنا؟ اه يا جماعه في بلو، اللي هو رقم كام؟ فيجر نمبر 1، اصغر ويفلنس يديك اعلى
انرجي فيخرج الالكترون من 35 37 38 لغايه دلوقتي الثلاث اسئله 35 36 37 38 اربع درجات على شابتر 5. عد معايا اربع اسئله شابتر 5. 39 an electron microscope used to examine two different virus x and y if dimension of x 1 nanometer while dimension of virus 4 millimeter then the ratio between required potential between anode and cathode in x and required potential between anode and cathode in y. طب ايه اللي دخل الويفلينث في البوتنشال يا رجاله؟ ايه اللي دخل الويفلينث في البوتنشال؟ عملناها من شويه. مش لامدا ايكوال اتش على ام في؟ طب هي مش الفيلوستي الاول بالراحه، هي مش هاف ام في سكوير ايكوال اي دوت في؟ في ده اللي هو البوتنشال. ايوه يبقى الفيلوستي ايكوال ايه؟ سكوير روت 2 اي في على ام. حلو، يبقى اللامدا ايكوال اتش على ام، شيل الفي واكتب بدلها ايه؟ سكوير روت 2 اي في على ام. استنى بقى كده، يبقى اللامدا انفرسلي مع سكوير روت للبوتنشال، صح ولا لا؟ يعني البوتنشال 1. طب لو عملت سكويرنج للناحيتين، لو عملت سكويرنج، طب عملت سكوير يبقى دي ام باور 2 هتكنسل ام من دي، تبقى لامدا هتساوي ايه؟ اتش على روت 2 اي ام، طبعا دي باور 2 دي باور 2، 2 اي ام في. ركز بقى كده معايا، انا بعد ما عملت باور تول ده باور تول ده باور تول ده وشلت الروت كنسلت وحده ام وحده ام، فده القانون اللي وصلت له في الاخر ان بوتنشال انفرسلي مع لامدا سكوير. حلو حلو، واللامدا بتكون قد الدايمنشن بتاعه الفيروس، لان احنا كنا بنقول كده اقل حاجه عشان اكزامن لازم يكون الويفلينث بتاع الالكترون بيم على الاقل قد دايمنشن الفيروس او يكون الويفلينث اصغر من دايمنشن الفيروس. طيب الفي مع اللامدا سكوير علاقه انفرسلي، يبقى في اكس على في واي هتساوي ايه؟ لامدا واي باور 2 على لامدا اكس باور 2. لامدا واي اللي هي قد دايمنشن الفيروس 4 نانومتر 4 باور 2 على 1 باور 2 يبقى 16 على 1. الاجابه تبقى ايه؟ وسؤال ذكي جدا جدا جدا، الله يرحمه. ايه يا ولاد ايه اللي بتعملوه ده؟ كويشن 40، رسمنا جراف كله شابتر 5 في شابتر 6 و7 و8 ولا ايه؟ رسمنا جراف ما بين الكينيتيك انرجي والفريكوانسي، طبعا انت عارف ان النقطه دي تبقى نقطه مين؟ الكريتيكال فريكوانسي. برافو عليك يا ناصح. والسلوب اللي هو مين؟ بلانكس كونستانت. بيقول لي بقى ده اوبزيت جراف ريبريزنت ريليشن ما بين الكينيتيك انرجي في الكترون اللي خرجت من الفوتوسيل والفريكوانسي بتاعت الانسيدنت فوتون. وش ذا فولوينج ويف لينث اميت الكترون بالكاينيتيك انرجي دي؟ استنى تعالى اقول لك سهل، تعالى نجيبها ازاي؟ احنا نحسبها بايدينا. هي مش الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترون بتساوي انرجي الفوتون ناقص الورك فانكشن؟ ايوه. طب وادي ده الناحيه الثانيه، يبقى انرجي الفوتون ايكوال الكاينيتيك انرجي بلس الورك فانكشن. طب الكينيتيك انرجي بتاعت الالكترون معانا 6.6 في 10 باور 20، طب الورك فانكشن معانا اتش اللي هو بلانكس كونستانت 6.625 في 10 باور 34 في الكريتيكال فريكوانسي اللي هي 45 في 10 باور 13. طب بعد كده حضرتك هتروح جايب مين؟ هتقدر تحسب الانرجي بتاعت الفوتون بتاعتك ايكوال كام؟ تفك انرجي الفوتون اتش سي على لامدا وتطلع لي اللامدا بكام اللي انت عاوز تحسبها، تبقى اتش سي على انرجي الفوتون اللي انت هتكون جبتها. اكمل معاك، حسبت انا الانرجي طلعت بالرقم ده 3.64 في 10 باي نيتف 19، خدت اتش سي ديفايدد الرقم ده 3.6 ملتبلاي 10 باي نيتف 3.64 في ملتبلاي 10 باي نيتف 19، طلع الويفلينث معانا بالرقم ده. اصل يا باشا الويفلينس انا مش هخمنه، الويفلينس اروح احسبه. تمام، تاني انا معايا الكينيتيك انرجي، الورك فانكشن اجيبها منين؟ اتش في الكريتيكال فريكوانسي. كريتيكال فريكوانسي نقطه الانترسكشن دي، بس ما تنساش هي مالتبلاي 10 باور كام 13. يبقى خدت الكينيتيك انرجي ماينس الورك فانكشن، طلعت انرجي الفوتون فكيتها، انرجي الفوتون اهي فكيت اتش سي على لامدا، يبقى اتش سي على انرجي الفوتون، رحت مطلع الويفلينس بتاعنا ايكوال كام؟
question 41 warming عندك chapter 6 كده، يبقى من 35 لغاية 40 خمس أسئلة chapter 5. معلش كده معايا. الهيدروجين جاز الاكسايتد، اي اتوم اكسايتد لما تعمل ريلاكسيشن تديك ايميجن لاين سبيكترا. ايميجن بتبقى برايت لاين ابير على دارك فوتوغرافيك بليت، فتديك فيجر رقم 3. كويشن 42، السؤال بيقول لك هنا ايه؟ لو عندنا الكترون جوه كل تيوب، يبقى لازم نحدد انه جوه كل تيوب. لو فيلوسيتي بتاعت الكولويدنج الكترون مع التارجت كاب رقم ده الفيلوسيتي، المينيمم اوف لينس بتاع الاكس راي اللي بيخرج بكام؟ طب ايه قانون المينيمم اوف لينس؟ اتش سي على اي دوت في، في دي مش فيلوسيتي، في دي بوتنشال. طب انا اجيب البوتنشال منين يا استاذ مستر؟ طب مش انت عندك قانون بيقول لك ان هاف ام في سكوير ايكوال اي دوت في؟ ها؟ يبقى البوتنشال ايكوال ايه؟ ايكوال هاف ام في سكوير ديفايدد اي. هتروح مطلع البوتنشال، تاخد البوتنشال تعوض بيه هنا، تخلص مسالتك. يبقى انت هتطلع البوتنشال من هنا وتحطه في القانون اللي فوق اتش سي على اي دوت في، ويطلع معاك الحل الموجود قدامك دوت 8.11 نانومتر. تاني سؤال شابتر 6. في شابتر 6 in كل تيوب in the figure to produce the x-ray if the atomic number of the target is 42 to produce the longest wavelength for characteristic، يعني عاوز الwavelength يكبر يبقى الاتوميك نمبر يصغر. تمام، يبقى استخدم اتوميك نمبر ايه؟ اصغر من 42. اي رقم اصغر من 42 يديك ويفلنس اطول، هو ده 29. اتوميك نمبر انفرسي مع الويفلنس بتاع الكاركترستيك. السؤال الثالث لشابتر او الرابع بقى عندك لشابتر 6 كده، استنى كده معلش كده، ادي شابتر 6 ادي واحد، ادي الثاني اللي هو 42، 43 الثالث، ادي الرابع باربع اسئله شابتر 6. لا ده كده خلاص خلص شابتر 6 ثلاث اسئله، شابتر 5 خد 5، شابتر 6 خد ثلاث اسئله، شابتر 4 ليزر او سوري شابتر 7 الليزر بالشكل الموجود قدامك ده مدينا نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3. فيجر دوت حطيته لك عندك قلت لك عليه مهم. اولا نمبر 1 ده بيدل عندك على مين؟ ده السورس اوف انرجي، ونمبر 2 ده الكوارتز، ونمبر 1 دوت اللي هو المرايات. فين يا عم السؤال اللي بيقولك فين الاختيار اللي بيقول الكلام ده؟ نمبر 1 ده ريفلكتنج ميرور صح بي، ونمبر 2 كونتين اكتيف ميديم، ايوه ده اللي فيه الاكتيف ميديم، ونمبر 3 ده الهاي فولتج برودكشن، ايوه يبقى الاجابه ده بي. بي هو اللي بيدل على الكلمات الصح دي، يبقى الاختيار بي. كويشن نمبر 45 ليزر، تاني سؤال في الليزر، روبي كروميوم ليزر string xenon bulb are used to excite atom to active medium. So the ratio between speed of laser ray in air to speed of neon lamp or xenon lamp light in air. مش ده light ولايت برضه ولا ايه؟ سرعة اللايت يا ولاد. يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 1. لعبنا السؤال ده وقلنا عليه قبل كده. طيب question 46، مين الفيجر اللي بيعبر عن حالة الاستيميليشن اميشن؟ استيميليشن اميشن فوتون بيقع على اكسايتد اتوم، ولما الالكترون بينزل بيديني اتنين فوتونز بيتحركوا في نفس الدايركشن ونفس الويفلينس ونفس الفريكوانسي. فيجر 3، خلي بالك فوتون وقع على اتوم لما نزلت لازم يديني اتنين فوتون كوهيرنت، سيم فيز سيم فريكوانسي سيم دايركشن. دول مش كوهيرنت، دول مش كوهيرنت، دول مش كوهيرنت، هما دولت. يبقى فيجر ايه؟ فيجر 3. كده ادي ثلاث اسئله على الليزر، كده ثلاث اسئله ليزر، 5 3 3 ها، شابتر 5 5، شابتر 6 3، شابتر 7 3. كده يبقى المجموع كام؟ 5 و6 11، بقيه ال 15 اربعه داخلين عليهم اهم دلوقتي. بتوع مين؟ بتوع عندك مين؟ بتوع شابتر 8. When temperature of pure germanium 0 سلسيوس، 0 سلسيوس يعني درجة الحرارة عالية كده، الكوندكتيفيتي بتاعته يقول لك احصل لها انكريس طبعا. يا جماعة هو عندي نيجاتيف 273 سلسيوس انزليتور،
زيرو سيلسيوس معناه سخنة يا حبيبي بالنسبة لدرجة الحرارة دي، يبقى كده الكوندكتيفيتي بتاعتك كده مالها؟ اه معلش، هو قال حاجة، معلش، قال لما التمشن لورد، قللنا التمشن، اسف انا ما اعرفش يا اخويا الكلام ده، يعني كان عندنا درجة حرارة عالية وصغرناها لغاية زيرو سيلسيوس، بنقلل التمبتشر، يبقى الكوندكتيفيتي بتقل. لو كان بنزود التمبتشر، لو قال كنا بنزود التمبتشر لغايه زيرو، يعني كنا عند نيجاتيف 273 زودنا، كنت اقول الكوندكتيفيتي تزيد، لكن هو بيقول لور ذا تمبرتشر يبقى ديكريز. كويشن 48، وده سؤال على الترانزستور لطيف. في السيركت اللي موجوده قدامك ديت، سؤال جامد قوي. In the circuit represent a transistor as inverter. ال output ال VCE معانا ال value بتاعتها equal 0.8 volt. طيب نسجل ال given، ادي VCE equal 0.8 volt، و resistance بتاعت ال base equal 4000 ohm. سو كوليكتور سيركت، ار بتاعت الريزيستنس بتاعت الكوليكتور ايكوال كام؟ وانا معايا اي اميتر تحت. طيب حلو، ومعايا انا اوكي على الجيفن مساله في سي سي ايكوال 1.5 فولت. ممكن اسال سؤال بس؟ هي مش في سي سي في سي اي بلس اي بلس اي سي ار سي؟ حلو قوي، انا في سي سي 1.5 وفي سي اي 0.8، لو معايا اي سي اجيب ار سي. استنى، طب ما اي سي ايكوال اي اميتر ماينس اي بيز. طب ما انا اي اميتر معايا، اقدر اجيب اي بيز ايكوال كام؟ تعال نشوف. انا معايا هنا الفولت بتاع البيز، حلو، ومعايا الار بتاعت البيز. طب ما خلصانه بالشياكه، يبقى كارنت البيز هيساوي فولت البيز على الار بتاعت البيز. فولت البيز ب 0.2 اهو قدامنا، ب 0.2، والريزيستنس بتاعت البيز ب 4000، يبقى 0.2 ديفايد 4000 يطلع الانسر 5 ملتبلاي 10 باور باور نيجاتيف كام؟ 5 امبير. ادي جبنا مين دلوقتي؟ جبنا اي بيز. استنى بقى، يلا نجيب اي كوليكتور. اي كوليكتور ايكوال اي بتاعت الاميتر ماينس الاي بتاعت البيز. اي بتاعت الاميتر هو مديها لك على رسمه 1 ملي امبير، يعني 1 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 ماينس 5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5. فنحسب 1 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 هيطلع الانسر بعد ما ماينس 9.5 ملتبلاي 10 باي 4، نعوض بقى في الايكويشن اللي فوق دي عشان نطلع قيمه مين؟ ار سي. هنودي الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 1.5 ماينس 0.8 فتطلع 0.7 ايكوال اي سي 9.5 ملتبلاي 10 باي 4 ملتبلاي ار سي. ومن اقدر اطلع الار سي، هتطلع على الكالكوليتر هتطلع معاك كده على فكره 736.8، كأنك حركت البوينت هنا حطيتها هنا، يبقى 7.36 ملتبلاي 10 باور 2. طيب كويشن نمبر 49 برضو على تشابتر 8، ان ذا سيركت ريبريزنت ترانزستور از امبليفاير. لو الفولتميتر اللي فوق ده اللي هو يعتبر اي سي ار سي بيقرا 4.8 فولت وار سي 4.5 كيلو وات، كده معاك اي سي، ها كده معاك اي كوليكتور. ما ال 4.8 ديت اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن اي سي ار سي. كده كده انت تقدر تجيب اي كوليكتور، ها اي كوليكتور في جيبك. اي كوليكتور ايكوال كام على الرسمة؟ او ايكوال كام الحسابات؟ ايكوال 4.8 فولت ديفايدد ار سي، طبعا ديت كيلو اوم بقى، كيلو اوم 4.5 10 باور 3، سيقول لك الفاليو كاتبها بالوات. طيب تعالى نحسبها، فلو نحسب عندك هيطلع الكرنت بتاع الكوليكتور بالرقم ده،
الكرنت اللي عندنا هنا ده اي بيز، انا جبت اي كوليكتور، والكرنت اللي داخل على البيز دوت اسمه اي بيز، ده اي اميتر. هنا اللي خارج من الاميتر اي اميتر، اللي ماشي في الدايره دي كلها كل ده اسمه اي بيز. طيب رحت واخد، هو عاوز الكرنت جين بيتا، خدت اي كوليكتور اللي لسه جايبها على اي بيز، طلعت معايا 32.32. حلو. وعاوز اجيب الفا اي، عارفين بقى قانون الفا اي لو معاك البيتا، ممكن هو اي كوليكتور على اي متر، مش لازم، ممكن اقول بيتا على واحد بلس بيتا، بيتا اللي هو 32.32 اوفر 1 بلس 32.32. فيطلع الانسر معانا 0.97. تمام، يبقى 32.32 على 1 بلس 32.32 هيديك الاجابه دي، يبقى دي الاجابتين. هو طبعا كان المفروض يحط دي قبل دي، تمام، يعني لان اصلا ما فيش اي اختيارات تاني تدي الاجابه الصح غير الاجابه الاولانيه ديت. السؤال الاخير، السؤال الاخير عندنا بيقول، وهنعمل بقى بعد كده تقييم لعدد اسئله كل تشابتر. احنا كده عرفنا المودرن ماشيه ازاي، المودرن تشابتر 5 5 6 3 7 3 8 4، فالمجموع يبقى 15 سؤال على مودرن فيزيكس، 5 3 3 4. The group of logic gates in the figure has input 1. The group of logic gates in the figure has input 1. Which probability A, B, C, D varies that؟ عندها output 1، الاوتبوت اسف 1. طب امتى يطلع الاوتبوت 1؟ لو اكس بكام واي بكام؟ هنجرب، تعالى كده نجرب كده معايا. طبعا خلي بالك انت لو حطيت 0 0 على الاند هيدي 0 على طول، واند عمرها ما تدي 1 الا لو اديتها 1 1 1 1، هتروح مديها هنا 1 ومديها هنا 1، تروح مديك 1. حطيت اي 0 0 1 1 وزي كله ده هيدي صفار، فالاور هيدي 0، فما فيش عندك غير احتمال سي فقط، probability مين؟ سي بس هي اللي تديك 1 1. لغايه هنا خلصنا الامتحان بتاعنا. يلا بقى عندك ندي التقييم، خلاص المودرن عرفنا 5 3 6 5 5 درجات، 6 3 7 3 8 4 درجات. تعال بقى نشوف، لان الامتحان محطوط بالترتيب، الامتحان محطوط عندنا بالترتيب، نمسك من اول شابتر 1 نبدأ. شابتر 1 ادي درجة، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، 7، 7 درجات شابتر 1. شابتر 1 7، خلاص سجل معايا. شابتر 2 ادي درجة، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 10 درجات شابتر 2، 10 ماركس شابتر 2، يبقى شابتر 2 10 ماركس. شابتر 3 ادي مارك، ادي درجة، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 10 برضو. شابتر 3 10 درجات. شابتر 4 ادي درجة، 2، 3، 4، 5، دي 6، 7، 7. شابتر 4 7 درجات. خلاص، وفايف اول التأكيد، ادي 1 2 3 4 5 درجات شابتر 5، ادي 6 كمان، ده 6 درجات شابتر 5. مش كده تاني كده، شابتر 5 واخد 6 ماركس. ادي كده 35، ادي درجة، 2، 3، 4، 5، 6،
ستة، شابتر 5 6 وشابتر 3 زي ما اتفقنا، دي 1 2 3 3 فعلا، وادي 7 1 2 3 3، والباقي بقى عندك شابتر 8 ادي 1 3 4 5 5 ماركس، شابتر 8 واخد 5 ماركس. تمام، يبقى ده كده طلعنا عندك الماركس بتاعتك كلها. دي شابتر 8 بس تاني برضو، سوري شابتر 8 4 درجات. طيب يبقى كده الترتيب بتاعنا شابتر 1 7، شابتر 2 10، شابتر 3 10، شابتر 4 7 ماركس، شابتر 5 6 مارك، بعدين 3 و3 و4. يبقى كده المودرن فيزيكس يا شباب واخده 16 درجة، والالكتريستي واخده 34 ماركس، يبقى كله عندنا كده المجموع 50 درجة. شباب احنا طبعا لازم في مذاكرتنا نكون بنتك كويس جدا على كل نقطة في المذاكرة، ولله الحمد احنا كده بصينا عندك على الامتحان كله. ان شاء الله يعني هو كتاب، يعني الكتب بتاعتنا وتفكيرنا شباب لازم يكون ماشي في كل حاجة، يعني تفكيرنا لازم يكون ماشي بدقة، واضح ان مفيش نقطة متسابة الا هو بيتكلم عليها عندك بعمق جدا جدا جدا. بالتوفيق يا شباب، وان شاء الله هنعمل في اللايف بتاع بكرة هنعمل ديسكشن على اي سؤال انتوا عاوزينه. السلام عليكم. 42 حلو، وعاوز اجيب الفا اي. عارفين بقى قانون الفا اي؟ لو معاك البيتا ممكن اقول اي كوليكتور على اي متر، مش لازم، ممكن اقول بيتا على واحد بلس بيتا، بيتا اللي هو 32.32 اوفر 1 بلس 32.32، فيطلع الانسر معانا 0.97. تمام، يبقى 32.32 على 1 بلس 32.32 هيديك الاجابه دي، يبقى دي الاجابتين. هو طبعا كان المفروض يحط دي قبل دي، تمام، يعني لان اصلا ما فيش اي اختيارات تاني تدي الاجابه الصح غير الاجابه الاولانيه ديت. السؤال الاخير، السؤال الأخير عندنا بيقول، وهنعمل بقى بعد كده تقييم لعدد أسئلة كل تشابتر. احنا كده عرفنا المودرن ماشية ازاي، المودرن تشابتر 5 5 6 3 7 3 8 4، فالمجموع يبقى 15 سؤال على مودرن فيزيكس، 5 3 3 4. The group of logic gates in the figure has input 1. The group of logic gates in the figure has input 1. Which probability A, B, C, D varies that? عندها output 1. الاوتبوت اسف 1. طب امتى يطلع الاوتبوت 1؟ لو x بكام y بكام؟ هنجرب. تعالى كده نجرب كده معايا. طبعا خلي بالك انت لو حطيت 0 0 على الاند هيدي 0 على طول. واند عمرها ما تدي 1 الا لو اديتها 1 1. 1 1 هتروح مديها هنا 1 ومديها هنا 1، تروح مديك 1. حطيت اي 0 0 1 1 وزي كله ده هيدي صفار، فالاور هيدي 0، فما فيش عندك غير احتمال سي فقط. probability مين؟ سي بس هي اللي تديك 1 1. لغايه هنا خلصنا الامتحان بتاعنا. يلا بقى عندك ندي التقييم. خلاص المودرن عرفنا 5 3 6 5 5 درجات، 6 3 7 3 8 4 درجات. تعالى بقى نشوف ان الامتحان محطوط بالترتيب. الامتحان محطوط عندنا بالترتيب، نمسك من اول شابتر 1 نبدا. شابتر 1 ادي درجه، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، 7، 7 درجات شابتر 1. شابتر 1 7، خلاص سجل معايا. شابتر 2 ادي درجه، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 10 درجات شابتر 2، 10 ماركس شابتر 2، يبقى شابتر 2 10 ماركس. شابتر 3 ادي مارك، ادي درجة، 2، 3، 4، 5،
ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. عشرة برضو. شابتر 3 10 درجات، شابتر 4 ادي درجة، 2 3 4 5 دي 6 7 7، شابتر 4 7 درجات خلاص. وفي اول التأكيد ادي 1 2 3 4 5 درجات، شابتر 5 ادي 6 كمان، ده 6 درجات شابتر 5. مش كده تاني كده، شابتر 5 واخد 6 ماركس. ادي كده 35، ادي درجة، 2 3 4 5 6 6، شابتر 5 6، وشابتر 3 زي ما اتفقنا ادي 1 2 3 3 فعلا، وادي 7 1 2 3 3، والباقي بقى عندك شابتر 8 ادي 1 3 4 5 5 ماركس، شابتر 8 واخد 5 ماركس تمام. يبقى ده كده طلعنا عندك الماركس بتاعتك كلها. ادي شابتر 8 بس تاني برضو، سوري شابتر 8 4 درجات. طيب يبقى كده الترتيب بتاعنا شابتر 1 7، شابتر 2 10، شابتر 3 10، شابتر 4 7 ماركس، شابتر 5 6 مارك، بعدين 3 و3 و4. يبقى كده المودرن فيزيكس يا شباب واخده 16 درجه، والالكتريستي واخده 34 ماركس، يبقى كله عندنا كده المجموع 50 درجه. شباب احنا طبعا لازم في مذاكرتنا نكون بنتك كويس جدا على كل نقطه في المذاكره، ولله الحمد احنا كده بصينا عندك على الامتحان كله ان شاء الله. يعني هو كتاب، يعني الكتب بتاعتنا وتفكيرنا شباب لازم يكون ماشي في كل حاجة، يعني تفكيرنا لازم يكون ماشي بدقة، واضح ان مفيش نقطة متسابة الا هو بيتكلم عليها عندك بعمق جدا جدا جدا. بالتوفيق يا شباب، وان شاء الله هنعمل في اللايف بتاع بكرة هنعمل ديسكشن على اي سؤال انتوا عاوزينه. السلام عليكم.